ما قلت لي كيف الشغل معك بهالايام؟ يا سيدي ماشي الحال، نعمة كريم. بس بصراحة يا ماجد، الناس كلها عم تنق وعم تقول ما في شغل ما في شغل، والحال دائرة والسوق بده انعاش ومن هالحكي هاد، بس بالمحصلة نحن وضعنا ممتاز قياسا على غيرنا. يا سيدي أنا اللي بيعجبني فيك إنك قنوع وبترضى دائما بالقليل. لك شو في الدنيا يا أخي ماجد؟ دخيلك شو فيها؟ شغلة فاضية. الله يحسن ختامنا. شو بك نعيم؟ شايفك زهدان بهالدنيا كثير، شو القصة؟ ما بعرف يا ماجد. مالل مالل كثير. لك فهمت بس من شو مالل؟ والله ما بعرف، من كل شيء. ليش دخلك شو في بعيشتنا وطريقة حياتنا ما بملين؟ بس الله أيام زمان، أيام الشباب والطيش والولدنة كنا عايشين مبسوطين، لك عايشين وعلى بالنا هم. فعلا فعلا يا نعيم، تتذكر كيف كان يمضى النهار وما نشعر فيه؟ معلوم، لأنه كنا مقضينا روحات وجيات ورحلات ومغامرات، ويا أرض اشتدي ما عليك يا حدا أدي. أنا اللي بيعجبني فيك روح المغامرة اللي عندك. مزبوط مزبوط عم تحكي أنت. لك يا أخي من وقت ما كنت صغير وأنا بحب المغامرات والقفز في المجهول واكتشاف الخفايا. ليش؟ لأنه قلبي قوي وأعصابي متينة. هلا بدك تعرفني على حالك. لك ما بتتذكر وقت المرة كنا رايحين سيران بالغوطة وطلعت لنا هديك الحية يلي طولها شي 3 متر؟ شفت على هداك المنظر؟ أو ضليت لحقها لحتى فاتت بين الحجار وما حليت عنها لطالعتها من وكرة. إيه لك يا عمي، أنا اللي بطالع الحية من وكرة. ليش ما بتتذكر كمان لما راهنتوني بزمانكم إذا بقدر أمرق من قلب المقبرة الساعة 2 بالليل والدنيا برد وشتى والهواء عاصف والتلج عم يندف؟ تنذكر وما تنعاد. لك شلون ما بتذكر يومتها كنا رحنا بشربة مي وكل هالشي قال مشان نتحداك. الحق عليكم انتو اللي عملتوا حالكم أذكياء وسبقتوني للمقبرة ولبستولي شراشف بيضة وطلعتوا بوشي وانتو عم تصرخوا وتولولوا مثل السعدين. قال شو بدكم ترعبوني؟ قال يعني على أساس أنا بخاف إذا طلع لي كم جني أو كم عفريت. قمت أنا فوراً وبدون تردد سحبت فردي من زناري ونزلت أقواص على أبو جنب. لك يومتها كل شي توقعناه إلا يكون معك مسدس مثل رعاة البقر وتسحبه وتنزل فينا أقواص. بتعرف لولا لطف الله كنت شركت لك شي 2 3 من الشلة. صحيح، بس الله لطف، وإذا كنتوا أنتوا العدل أنا رباطه. الله وكيلكم يا جماعة، كانوا فارشين بسط وقاعدين بهالغوطة وعم بيتسيرنوا وعين الله عليهم. ما بيلاقولك غير حية طولة شي 6 متر ولونها أخضر مارقة من جنبهم، تخن هالتخن، تخن بوري الصوبيا. وقاموا هالشباب اللي حواليهم قاعدين، يلي غط على قلبه واللي صفرن. قال له النعيم شو بكون؟ لا تخافوا، تركوه علي. وفعلا ما كذب خبر، نط مثل الخلد وضل لاحقها وضل ماشي وراها هيك 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 لحتى وصلت على وكرة. وهربت؟ لا، وين بدها تهرب؟ انتي سمعي كمالة القصة. ليكو التانية، يعني معقول جوزي خليها تهرب؟ ايه الله وكيلك، كمشى من دنبه وسحبها بفرد سحبة لبرا وعلق هو وياها علقة الله مولاها. هي تخبطه بدنبه بدها تلف عليه وهو يقعد يتملص منه ويتهرب، ما بده اياها تمسكه. يا لطيف، منيحني ما اذته. لك لا يو، شو تأذي نعيم؟ شغلته قتل الحياة وقطع روس الحناش. بالفعل نعيم قلبه قوي كتير. المهم كمشى من راسه وضل يقص عليه ويلوي ليا لحتى طقت رقبته وقالت يا ربي التوبة. وبعدين ماتت؟ شوفي شو عم تحكي، لكان معقول توقع بين ايدين نعيم وتضل عايشة؟ على فكرة أم سلافة، ماجد ونعيم رفقة من أيام الكشافة وروح قلبهم المغامرات والصيد، وياما ياما مقضيين ليالي بين جبال والصحاري. يو، وين بيناموا؟ وين يعني؟ بالخيمة. اضرب عليهم على هالشنطه. طب ما بيخافوا؟ اسمعيني بقى، اللي بيخافوا يعلم الله، ماجد ونعيم بيخوفوا بلد. نيالكم على هالجواز اللي قلكم. الا انا جوزي. يو، ليش يبغى جوزك؟ بيخاف يقتل فاره. شو هالحكي؟ مثل ما سمعتوا، بزمانه طلعت عنا فاره بالبيت، قام صار جوزي المنظوم يصرخ من صميم عقله حتى دق على جارتنا ام صبحي واجت هي وقتلت له الفاره. يي، الله يعينك على هالجوز. شو خروق؟ ايه خروقه بس تشتوش. والله ما يكون جوزي هيك، ما بنيمه تحت سقف البيت ليلة واحدة. فعلا يا نعيم، حياتنا صايرة مملة ولطيق وحدة بوحدة. شوف ماجد،
حياتنا مملة لأنها ستاتيكية، راكدة، ساكنة، روتينية، ما فيها شيء جديد. لك يا أخي ما نفس على بكرة. صباح الخير يا مرتي. صباح الخير يا جوزي. نفطر منروح على الشغل، نجي الظهر تعبانين، هلكانين، فطسانين، منتغدى ومنقعد شوي منرجع نروح على الشغل. والمساء منتعشى ومنعبي بطننا ومنقعد صفنانين. شبك يا مرتي؟ شبك يا جوزي؟ مالي؟ مالي؟ تضرب هالحياة ويقصف عمر هالروتين. نعيم، شو رأيك نفكر بمشروع نكسر فيه هالروتين؟ مثل شو؟ يعني نطلع لنا هيك شي رحلة صيد كام يوم مثل أيام زمان. هلا هذا اللي طلع معاك، دخيلك ودخيل هالصيد، يعني معقول نحط عقلنا بعقل العصافير والحجل والبط والترغل؟ شبك نعيم، هذا اللي موجود، منين بدنا نجيب لك وحوش؟ لك يحرق أخت الطبيعة شو ناشفة؟ ناشفة يا أخي، يعني لا فيها وحوش مفترسة يتسلى فيها الواحد، ولا فيها تمسيح ولا دياب ولا طباع ولا حمير وحشية حتى. لك بتطلع على جبل 4-5 أيام، بتشتهي تلاقي شي دب تفش قلبك فيه. المشكلة يا نعيم إنه طبيعة بلدنا هيك، ما بتعيش فيها هيك أنواع من الحيوانات. بدك صراحة، والله نحن حرام كنا نخلق هون، لأن مواهبنا ضايعة بهالبلد يا أخي. المفروض كنا نخلق بأدغال أفريقيا أو بمجاهل ميسيسيبي. لا تضحك ماجد، أنا ما عم بتمسخر. ناس عندهم روح المغامرة مثلنا لازم يتهيأ لهم المكان والظرف. ما في لا مكان ولا ظرف. طيب شو رأيك نطلع على جبال الزبداني؟ جبال الزبداني؟ لك أنت وين وأنا وين؟ ولك آخ آخ على هالبلد، لا في جبال شاهقة حتى يتسلق الواحد، ولا مستنقعات هيك مهجورة حتى يخوضها، ولا براري مخفرة ليقطعها، ولا أنهار غزيرة ومليئة بالتماسيح حتى يسبح فيها. ولك يا لطيف قديش بتحسر على حالي لما بشوف أفلام المغامرات يلي بتطلع بالتلفزيون، لأن روح قلبي هيك فوتات وما عم بقدر فوتك ما جيت. لك آخ، شو بدنا نعمل يا نعيم؟ هذا واقعنا وبدنا نتأقلم معه. بس بتعرف نعيم، أنا عندي فكرة بتجنن وبتمنى توافقني عليها. هات لشوف، شو هالفكرة؟ شو رأيك ناخد نسواننا شي 4-5 أيام رحلة على البحر؟ على البحر؟ وشو بدنا نعمل بالبحر؟ شو بدنا نعمل يعني؟ بدنا نسبح. ها؟ نسبح؟ هلا سباحة البحر بتعتبرها سباحة أنت التاني؟ ليش شو بتعتبرها زيادة؟ لك حبيبي أنا إذا ما شكيت رواسي من ارتفاع 10-15-20 متر ما بعتبر حالي سبحت، بعتبر حالي يا حبيبي عم خوض بالنهر مثل الضفادع. لك يا حبيبي هلا أنت فهمت علي إنه رح نسبح على الشط مع الأولاد؟ لا، منغمق أنا وياك شي 10 كيلو متر لجوا وهريك روح قلبك الأمواج العادية. هيك ها؟ معقولة؟ وإن شاء الله يا ربي يطلع البحر عالي ارتفاع الموج وهايج حتى يخدمنا. وغير سباحة شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل يعني؟ منصطاد سمك؟ يا حبيبي على هيك صيد، يعني معقولة أنا أحط عقلي بعقل السمك؟ هلأ هذا صيد ها؟ خلاص يا نعيم، كلها تسلاية بتسلاية، خلاص لا تعسرها، بعدين خلينا ناخد هالنسوان يغيروا جو، لسه حابسينهم بالبيت. ما بعرف يا ماجد، ما كتير قلبي مشروح لهالروحة. لا إله إلا الله، سايرني بس هالمرة وخلصنا، بعدين أحسن من قعدة القهوة. طيب وبشو بدنا نروح؟ بسيارتي الجبلية، هاي سيارتي حفر وتنزيل لهيك روحة. ما في مانع، بس وينك على شرطها؟ أنا يلي بسوق على الطريق. وليش بقى؟ يعني ما عندك ثقة بسواقتي؟ لك أخي واثق، بس أنت سواقتك نعيطة وما بتمشي فوق 120، وأنا بطق لك بطق من هيك سواقة، يعني إذا ما سكرت العداد على الآخر ما بحس حالي سايق سيارة. ماشي الحال مثل ما بدك. إمتى اعتمدنا؟ إمتى ما بدك؟ إذا قلنا اليوم الثلاثة، شو رأيك نمشي صباح الخميس؟ ما في مانع، بس يا ترى منلحق نجهز حالنا بيوم واحد؟ منلحق، ليش حتى ما نلحق؟ ماشي ماجد، اتكلنا على الله، بس لا تنسى تاخذ الخيمة معك ها؟ بركي خطر على بالنا نطلع نعسكر كم يوم بغابات الفرنلو. دعين معقول نعسكر ومعنا نسواننا؟ شو هذا نعسكر بالغابة؟ صحيح، لك آخ آخ من النسوان، شو بيكسروا المقاديف آخ؟ امشي امشي يا امشي، تعال. لا نعيم ما بقبل هيك تقطش وتلحش من عندك من غير ما تشاورني. لا هلا مشوار صغير مثل هاد كمان بده مشاوره؟ هلا هذا مشوار صغير اصلا؟ انت هيك كل عمرك
كل قراراتك ارتجالية ومو مدروسة، وشو بيطلع بعقلك هلأ بدك تنفذه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هلأ كل ما بعمل شغلة بتطلعي لي سنجق عارض؟ أصلاً مو الحق عليكي، الحق على ماجد اللي اقترح هالاقتراح. اللي من الأول، من إمتى كنا والشمس ترقعنا؟ هي الفنة فنت ماجد. طيب يا ماجد، كنت أحكي قبل شي 4-5 أيام، مو هيك خبط لزق؟ شو بدي أعمل يا حبيبتي؟ اليوم لطلعت معنا الفكرة. هلأ هاي الفكرة من راسك ولا من راس نعيم؟ أكيد هاي فنة نعيم، لأنه طول عمره معجوق ومخفوق، وعلى شو الله أعلم؟ لا ستي، هالمرة فكرتي مو فكرة نعيم. طيب طالما فكرتك، ما قلت لحالك شلون مرتي بدها تجهز حالها وتضب غراضها بيوم واحد؟ بكرة إذا نسيت لي شي غرض بتعمل لي طوشة؟ يا حبيبتي، أنتي ضبي اللي بدك إياه وأنا بساعدك، بعدين معنا يوم كامل، يعني مستحيل ننسى شي. ماشي الحال، لكن امسك ورقة وقلم واكتب شو بدنا نجيب غراض، يلا. سجلي كمان لقلك إحبال وبيل وبطاريات. شو كل هدول؟ ما بتعرف يا عصمات إلا ما يلزموا، بعدين هيك أنا متعود من أيام الكشافة، متعود أحسب حساب لكل شيء. ماشي الحال. شو كمان؟ سجلي بوصلة وجهاز قياس الارتفاع عن سطح البحر وناظور. لا حول ولا قوة إلا بالله، شو هذا نعيم؟ نحن رايحين سيران ولا مهمة استكشافية؟ ولا تنسي كيس البحارة ها؟ هذا ما بقدر أتحرك خطوة واحدة بدونه، حتى إذا الناموس بده يقروصني بندحش فيه وبتكمكر. وهي كيس البحارة، بس أنت ملاحظ إنه لهلأ نحن ما أخذنا شيء للتسلية؟ ما فهمت عليكي، مثل شو؟ يعني شطرنج، طاولة، ورق شدة، مسجلة، موالح. أنا هالشغلات كلياتها ما بتقطع بعقلي. بس أنا بتقطع، بشو بدنا نقعد لكن نتسلى هنيك؟ خلص خلص مو مشكلة، خدي اللي بدك إياه، أما بالنسبة إلي فأنا رح آخذ شوية الغاز وقصص مغامرات حتى أتسلى فيهم أنا وماجد. مو ناقص غير تاخذ فيلم لأجاسا كريستي أو لهتشكوك. إيه والله ذكرتيني، سجلي عندك فيديو وشرايط هتشكوك.